صحت حديث أنت ومالك لأبيك أراه لا يصح. والمعارضات له كما قال الإمام الشافعي رحمه الله أقوى منه بكثير، لأن الله قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. إذا كان أنت ومالك لأبيك على ظاهره، إذا كان أنت ومالك لأبيك على ظاهره لأخذ الأب كل التركة. وثم أدلة أخرى ذكرناها من قبل في هذا الباب والله أعلم.